شهدت مدينة المكلا وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان محافظة حضرموت، دعا لها مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بالمكلا للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والظروف المعيشية وتحقيق المطالب المشروعة لحضرموت والحفاظ على ثرواتها وإعطائها حقها وما تستحقه من مكانة. في وقفة احتجاجية أمام ديوان السلطة المحلية بمدينة المكلا، وقف العشرات استجابة للدعوة التي أطلقها مكتب الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بالمدينة المطالبة بتحسين الأوضاع والتعاطي الإيجابي والسريع مع قضايا حضرموت وتعزيز مكانتها ودورها في أي تعاملات تخص التسوية السياسية القادمة. تأتي هذه الوقفة تأكيدا للجهات المعنية أن حضرموت لن تقبل التهميش ولا سلب حقوقها. زمان سلب الحقوق والتهميش قد مضى، فنحن هنا في مؤتمر جامع حضرموت تؤكد أن لا بد أن تحصل حضرموت على كافة حقوقها. حجم المشاركة في هذه الوقفة يبين ضآلة القاعدة الشعبية التي يستند عليها مؤتمر حضرموت الجامع، ويؤكد نفور السواد الأعظم من أبناء حضرموت منه، وما هذه الوقفة إلا شكل من أشكال التصعيد ضد السلطة المحلية والحكومة التي يتبناها المؤتمر الجامع وهو جزء منها لا معارض لها، والتي تظهر بين الفينة والأخرى بحسب مراقبين. اليوم يخرج أبناء مديرية المكلا في هذه الوقفة التي ينظمها مكتب فرع حضرموت الجامع بمديرية مدينة المكلا، وهي وقفة خاصة بمطالب حضرموت خاصة فيما يخص المحاصصة البترولية. هذه المحاصصة مجحفة جدا في حق حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع يقف ضد هذه المحاصصة ويطالب باستحقاقات حضرموت فيما يخص النفط وفيما يخص كل مطالبها المشروعة جملة وتفصيلا. تصعيد الخلاف الشخصي بين الوكيل الأول لحضرموت ومحافظ المحافظة ظهر بشكل جلي في البيان الذي أصدره المؤتمر الجامع والذي يترأسه وكيل المحافظة الأول. ظهرت معه حالة تغير مسار المطالب التصعيدية التي أعلن عنها الجامع قبل نحو 3 أسابيع إلى مسار التصعيد الشخصي ضد المحافظ بالماضي، وهو ما يبينه البيان بشكل واضح وصريح. يرى مراقبون أن احتدام الصراع السلطوي بين الوكيل الأول والمحافظ ينذر بتشظي المشظى في الوقت الذي يجب فيه أن تتكامل كل القوى الحضرمية مع بعضها لاستغلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لانتزاع استحقاقات حضرموت الواضحة والصريحة والدفاع عنها بعيدا عن حسابات المصالح الشخصية وحسم مصير حصص النفط والثروات على أقل تقدير.